السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض حاجة جديدة وهي البراون ألجي، أو بقول عليها the largest and most complex type of marine algae and get their name from their pigment اللي هي مين الفيوكوزانثين. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا خدنا مع بعض السيانوبكتيريا وعرفنا ان دي كان لونها ايه bluish green in color، تمام، وده according للايه للبيجمنت بتاعتها. برضو هنا البراون ألجي دي بيبقى الكالر بتاعها من دارك براون to اوليف جرين depending على ايه، على proportion of the brown pigments اللي هي مين اللي هي الفيوكو زانثين to green pigments اللي هو الكلوروفيل. البراون ألجي في منها كذا تايبس، في حاجة اسمها الكلب ودي عبارة عن the largest and the most well known ألجي، تمام، الكلب. وفي عندنا الفيوكس ودي عبارة عن ايه، عبارة عن روك ويد او بقول عليها راكس، بقول عليها ايه روك ويد او راكس. والفيوكس دي بتتميز بايه بقى، ان فيها اير بلادر. الاير بلادرز دي ممكن تبقى، طبعا احنا هنعرف بعد كده ان هي ممكن يبقى سينجل او بيرد اكوردنج للسبيشيز دي. تخيل كده انك انت عوامة، العوامة دي هتبقى ايه، العوامة دي هتبقى floating على ايه، على ال ocean surface، هتبقى floating على ايه، على ال ocean surface. فدوت يعمل ايه، فدوت هيبقى allowing maximum sunlight absorption، allowing ايه maximum sunlight absorption، تمام. يبقى انا عندي الكلب ودي بتبقى موجودة في القاع خالص، بتبقى عاملة زي ما تكون فورست زي الغابات كده، تمام. وفي عندنا الفيوكس اللي هي الراكس اللي بيبقى فيها الاير بلادرز دي بتبقى فلوتين. وفي عندنا نوع كمان اسمه ايه السارجاسم، والسارجاسم ديت عبارة عن ايه، عبارة عن ستيشنري ستراكشرز، ستيشنري ستراكشرز بتبقى ايه، بتبقى موجودة على على الاوشنز، بتبقى فلوتين فريلي خالص. في ناس ما بتاكلها، تبقى حاجات كده لونها بني، وفي ناس بتاكلها، بيبقى فيها ماده اكتيف كونستيتوينت اسمه السرجانين. السرجانين ديت من السرجاسم، والسرجانين دوت بيبقى ايه، بيبقى انتي بكتيريال وانتي فانجل اكتيفيتي، بيبقى الاكستراكت بتاعه ليه انتي بكتيريال اند انتي فانجل ايه اكتيفيتي. موستلي احنا لو لاحظنا ان البراون الجي دي كلها فين، في سولتي، ميه بتبقى سولتي، عشان كده هو الفريش ووتر سبيشيز ار فيري رير، تمام. هناخد مع بعض الالجينات. احنا عرفنا مثلا زي سيانوبكتيريا الاكزامبل عليها السبريولينا، خدنا الاكتيف كونستيتوينت بتاعتها اللي هي البلو بيجمنتس اللي ليها الايل اكتيفيتيز بتاعتها. البراون الجي برضو فيها حاجة كده سبيسيفيك، وهي كل البراون ألجي زي اللامينارية هايبربوريا أو الأسكوفيلا نودوزم، تمام. كل البراون ألجي ديت فيها حاجة اسمها الألجينيت أو الألجينيك أسيد، الألجينيت سولت والألجينيك أسيد دي موجودة فين، في السيل وول، تمام. طيب هي عبارة عن ايه بقى، هي عبارة عن بوليساكارايت، بس نوعها نيوسيلاجينس بوليساكارايت بس، تمام. كمان دي هي ايه، نون سلفيتد، يبقى انا هعمل ستريس ان الالجينيت ايكوال تو ايه، نيوسيلاجينس نون سلفيتد بوليساكارايد، تمام، حلو الكلام. طيب هي موجوده فين، موجوده اتس ذا ميجر كومبوننت اوف براون الجي، اباوت كام، من 30 to 45%. هل هي النسبه دي ثابته في كل البراون الجي؟ نو. وهل شرط ان مثلا الالجي اللي هو بيبقى ضخم قوي زي السارجاسم دي، سارجاسم دي انت لو دخلت على الانترنت هتلاقيها ان هي ايه، ممكن يبقى اوشن كله لونه براون، ان هي بتبقى فلوتين كده، هو بتبقى وبتتاخد كده بالايدين، بي 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 بيحصدوها كده بالايدين، تمام. هل معنى كده ان هي فيها نسبة عالية قوي من الالجينيت؟ نو ابسوليوتلي نوت. اول لارج براون الجي هاف ا سفيشنت لارج كوانتيتي من الالجينيت. فمثلا سارجاسم ميوتيكم فيها about كام، 16 to 18% بس. on the other hand الكلب and الراكس فيها من 30 to 45%. الالجينيت من الكونستيتوانت اللي هي specific قوي لمين، للبراون الجي، وما بلاقيهاش not found in land plant. طيب
الجيلاتين. الجيلاتين انتو لما بتاخد جيلي باودر مثلا، او خدت جيلي باودر، تمام. انا بس عايزه اوضح لكم اكزامبل كده، اخدته دوبته في ميه، بيعمل ايه؟ بيعمل بيدوب، تمام. بعد كده بتيجي تسخنه، بيحصل له جيلاتينايزيشن، يبتدي ايه؟ يجمد، تمام. في انواع لما تبرد ترجع تاني، لو ايه، لو يعني هو بيبتدي يتقل لما تسيبه يبرد، لما تيجي تسخنه تاني يبتدي ايه؟ يبتدي يفك تاني. وفي انواع بتفضل جامده زي ما هي، خلاص مش هتتغير من الستيت بتاعتها. ده التعريف ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه الهيدروكولايدز، تمام. الهيدروكولايدز او الكولايد عموما دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ستيتس من الماتر، بتبقى عبارة عن تو فيسز، فيسز اسمه بيبقى الديسبيرسد فيس والديسبيرشن. زي مثلا حالات الهيدرو ايه؟ الهيدروكولايد هيبقى الديسبيرسد فيس اللي هو ايه؟ اللي هو المادة اللي انا هقول عليها، والديسبيرشن ده اللي هو مين؟ اللي هما الووتر، تمام. الهيدروكولايد بيبقى فيه منها نوعين، نوع اسمه ريفرسابل زي الاجار كده، الاجار دوت بتاخده تدوبه تسخنه يعني في المية يدوب، تسيبه يجمد، تسيبه يبرد يجمد، ترجع تسخنه يدوب، يبقى دوت ريفرسابل. او irreversible انك انت ايه؟ هتسخنه هيدوب، هتسيبه يبرد يجمد، تيجي تسخنه تاني يفضل جامد، ما ايه، ما تتغيرش. زي مين؟ زي الالجينيت، تمام. يبقى الالجينيت دي بتعمل ايه؟ irreversible ايه؟ irreversible hydrocolloid، تمام. irreversible hydrocolloid يعني بتعمل changing from solution to gel، بيحصلها changing from ايه؟ solution to gel. الحاجة تانية كمان ان هي biocompatible، الالجينات بتتميز ان هي biocompatible، ودي تعرفوها بعد ايه؟ بعد دراسات كتيرة in vivo، طبعا was confirmed in vivo after ocular و nasal و topical و locular و oral administration. non immunogenic يعني ايه؟ يعني ما بتتأثرش على الايه؟ على ال على الـ على الجينز، على الدي ان ايه والكلام ده كله. نون توكسيك ماتيريال كمان نون توكسيك، ما بت ايه، مش ملهاش توكسيسيتي. ده كله هيخلي على ال النوت المهمه دي. الاف دي ايه اللي هي فود دراج ادمنستريشن هاز ريسنتلي افيرمد ان الالجينيت سولت زي الكالسيوم والصوديوم والامونيوم اند بوتاسيوم as well as البروبيلين جلايكول الجينيت ديريفاتيفز are considered as a generally regarded as safe ingredient for oral administration. يبقى اذا انا عندي ان all salts of alginate are a generally recorded as safe for oral administration، تمام. طيب ده هيفيدني بايه بقى؟ اول حاجه ده هيفيدني ان الالجينيك اسيد اند its sodium salts بيستخدموا كتير قوي في الفارماسيوتيكال بريباريشن، في التابلتس كديزنتجريتنج ايجنت، كبايندر، بيستخدم في السيرب كسسبندنج ايمالسيفاينج جيلينج ستابيلايزنج ايجنت، تمام. يبقى الالجينيك اسيد اند اتس صوديوم سولتس. حاجه تانية مهمه قوي، وده ممكن اجيلك مثلا كومنت، الانتاسيد الجينيت برودكتس ار جنرالي ريكوردد اس سيف اند يوزد فور تشيلدرن اند برينت وومن. الكلام ده صح ليه بقى؟ لان هما وجدوا ان الالجينيت acting as a physical barrier، physical ايه؟ barrier in order to reduce reflux episodes. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الالجينيت based pharmaceutical products بتستخدم for symptomatic treatment. وناخد بالنا هي، ما احنا دايما ايه، ما هي مش هتعالج ال heart burn او الاسوفيجيا
ريفلوكس، تمام، ديزيز اللي هو الجيرد. لا، هي ما بتعالجهوش، ولكن هي بتعالج الايه، ها، السيمتومز. ودايما ناخد بالنا من الكلمة دي، يعني احنا كل كلمة بنحطها ليها هدف. يعني انا ممكن اقولك مثلا ايه، صوديوم الجينيت used for treatment of جاسترو جاسترو كاست كاسترو است جاسترو اسوفيجيال ريفلوكس ديزيز. صح فولس ولا ترو؟ لا، هتقولي مش ترو، هو بيستخدم فور تريتمنت اوف سيمتومز، السيمتومز، تمام، السيمتومز، ولكن نوت، مش الريزون بتاع الديزيز. انا بعالج سيمتوماتيك تريتمنت، بعمل ايه، سيمتوماتيك تريتمنت، ماشي، اوف ايه، الهارت بيرن، الاستومك ألسرز، الجيرد، تمام. ليه بقى، ايه بقى الميكانيزم اوف اكشن؟ الالجينيت فورميليشن هي جنرالي بيبقى فيها بايكربونات سولت، بيبقى كونفرتنج تو ايه، كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده هيعمل ايه، انترابينج within الجيل ماتريكس اللي هي الالجينيت، تمام. فيعمل ايه بقى، فيعمل enable البوليمرز اللي هي الالجينيك اسيد او الالجينيت دي، ان هي تعمل ايه، فلوتنج على السيرفس. يعني تخيل ان هو ايه، ان انا عندي مثلا زي دواء زي الجافيسكون، اظن ان انتوا بتسمعوا عنه، الليكويد او التابلت. الجافيسكون ده عبارة عن ايه، ها، عبارة عن الجينيك اسيد، الومنيوم هيدروكسيد اند ماجنيسيوم كربونيت، تمام. واحنا متفقين ان انا عندي الكربونيت سولت ده هيعمل conversion، بيبقى converted to ايه، to carbon dioxide. الكربون دايوكسيد دي هوا، الهوا ده بيحصل له ايه، بيحصل له entrapping جوه الايه، جوه الجل اللي هو مين، اللي هو الالجينيك اسيد، المادة الميسيلاجينس دي. فيحصل لها ايه، بتحصل لها ان هي floating، تعوم فوق على السيرفس بتاعت الايه، الجاستريك فلويد. هو مشكلة انت الهارت بيرن، يعني ايه، يعني حموضة، والجيرد دي اللي هي ايه، اللي هو الارتجاع، انك انت تحس دايما ان الاستومك اسيدز بتاعتك طالعة نازلة، طالعة نازلة، فيبقى عندك حرقان. انا بقى في الحكاية دي همنعها ازاي، او هعالجها ازاي، ان انا لما باخد الجافيسكون اللي هو فيه الالجينيك اسيد ده، الكربونات بتتحول لكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد دوت يعمل ايه، يعمل انترابينج جوه الجيل ماتريكس، تمام. فيحصل لها فلوتنج على السيرفيس بتاعت الجاستريك ايه، الجاستريك فلويد. فلما تحصل المشكله، فيحصل ايه، يحصل ما يحصلش بقى الحرقان، يبقى ايه، يبقى في حاجه كده، ما تفضلش طالعه للمراريق وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع، لا، يبقى في حاجه تعمل ريليفينج، تعمل ايه، زي ما نقول تعمل بايندينج للايه، للاسوفيجيال فلورا من جوه. يبقى الالجينيت بيست برودكت may retain in the stomach for several hours providing long lasting relief. ومن هنا بتيجي اهميته في ايه، الالجينيت كايه، كانتاسيد. كمان في حاجه اسمها جاستروتوس، ودي بتبقى ده دراج زي الجافيسكون كده، بس ده بيبقى فور ايه، تشيلدرن. وجدوا كمان ان several studies revealed that especially بالذات بقى الصوديوم الجينيت is able to move to the esophagus ahead of a of gastric content and this a will help in decreasing a number of the acid esophageal episodes. تمام، يبقى تاني لما انا اجي اسالك which is the best antacid في كسولت بقى، اللي هو مين، اللي هو الصوديوم، يبقى one of the best antacid هو الصوديوم الجينيت، لان وجدوا ان الصوديوم الجينيت بيعمل ايه، ان هو moved directed على طول، بيروح directed على طول move ahead to the esophagus، تمام، move to the esophagus ahead to the ايه of gastric content. وبعد كده هو عشان كده هو بيبقى helpful في انه بيقلل الايه، الاسيد اسوفيجيال ابيسودز. وفي حاجه تانية مهمه، ان هو ليه ايه، هايلي ميوكو ادهيزيف بروبرتيز، وديت بتعمل بروتكشن للجاستريك ميكوزا من الهارمفول اكتيفيتي اوف جاستريك فلويد. يبقى انا ليه طولت في الحته دي، عشان الحته دي مهمه جدا جدا ان احنا نفهمها، ونفهم الميكانيزم بتاعها ماشي ازاي.
يعني الجافي سكون ده دواء معروف، بس انت لازم تفهم انا ده اول حاجة ده فيه صوديوم. اول حاجة لما اجي انا كده افهمه in general mechanism of action number one، ده فيه كربونات، الكربونات دي بتتحول للكربون دايكسايد، يحصل لها entrapping جوه الجيل ماتريكس، فيحصل ايه enabling البوليمر ان هي تعمل floating على surface of gastric fluid، فعشان كده هو بلاقي ان الالجينين based product will retain in the stomach for several hours providing long lasting relief. دي نمرة واحد. فعشان كده بعمل ايه؟ بعمل symptomatic treatment of stomach ulcer, gastroesophageal reflux disease, GERD and acid indigestion. حلو الكلام؟ تمام. نمرة اتنين، sodium alginate was found to be moved to the esophagus ahead of a gastric content and this will help to decreasing number of the acid episodes. Number three, the highly mucoadhesive activities or properties بتاعت الالجينات ودوت بيعمل protection للgastric mucosa from the harmful effect of a gastric fluid. يبقى ديت ثلاث نقط مهمين جدا لازم لازم انا افهمهم. نقطة تانية من اليوزز بتاعت الالجينات are superior candidates as anti-diabetic and anti-hyperlipidemic activities. لو ان الالجينات ليها anti-diabetic activity، تمام، ليها anti-diabetic activity due to ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل inhibition للجلوكوز transporters and the glucose intestinal absorption rate. okay. وليها انتي هايبر ليبيديميك لان هي بتقلل بتقلل بتعمل ريديوسينج للبانكرياتيك لايباز اكتيفيتي. يبقى انتي هايبر ليبيديميك لان هي ريديوس البانكرياتيك لايباز اكتيفيتي. دي بقى مهمه كمان، الصوديوم الجينيت. يبقى صوديوم الجينيت انا لقيت له حاجتين كده مهمين اهم. نمبر 1 ان هو كانتاسيد، ان هو فيري فيري سترونج اكتيفيتي في موضوع الاستومك التر والاسيد انديجيشن والجيرد. تمام. حاجه تانية بقى، لو ان صوديوم الجينيت يوزد ان دنتال امبريشن مولد، بيستخدم في في الدنتال امبريشن مولد، لانه بيعمل احنا بنقول ان هو ان الالجينيت ميزتها ان هي بتعمل هيدروكلويد جل reversible ولا irreversible. ها بتعمل hydrocolloid gel irreversible، ده هيبقى يعمل بقى ها دوت بيعمل بيعمل a good prosthetic grade impression material safe، طبعا لان هي silicone free. يعني good prosthetic grade يعني يعني ترقيعي، يعني بقول عليها مادة ترقيعية. تمام. طبيعية. يعني الطب الترقيعي او يعني البروستيتيك جريد او يعني الكلام ده عموما. الموضوع ده معناه الموضوع ده معناه ان طبعا اولا في احنا بنبقى محتاجين مادة في طب الاسنان عموما بيحتاجوا ان هم يعملوا حاجة اسمها dental impression material. تمام. ده في الدنتال، وكمان في الاطراف الصناعية بيحتاجوا، علشان يعملوا الاطراف الصناعية بيحتاجوا حاجة اسمها البروستيتيك limb mold building material. تمام. الالجينيت was first discovered by early life casting artists. تمام. who used for making for mold making directly directly للhuman body. تمام. كان زمان life modeling كان بيبقى عن طريق الجبسم على فكرة، يعني كان مثلا علشان الجبس، عشان مثلا لا قدر الله حد فقد اطرافه او فقد رجل او ايد، بيعملوا المولدنج دوت ازاي؟ كان بيبقى عن طريق الجبس. تمام. وبتصب فيه المادة اللي المفروض ان هي بعد كده بتبقى كومباتبل مع جسم الانسان. طب الجبس طبعا دي حاجة توكسيك، طب لو المادة بقى اللي هي سيفلي وما وفيري سيف وسيليكون فري وما فيهاش اي مشاكل، اللي هي مين؟ اللي هي
الالجينات. تمام. طيب بالنسبة لدكتور الأسنان، لما دكتور الأسنان بيقولك ايه، انا هاخد مقاسات، تمام، هو بيعمل لك الاستنباط على ضرس او سنان او حاجة، بيعملها لك ازاي؟ بمولد معينة. تمام. المولد دي بتبقى من ايه؟ من الصوديوم الجينات، من الصوديوم الجينات، لان ديت برضو مادة سيف وايه ونون هارمفول، ما تعملش ايه، ما تعملش مشاكل. دي حاجة. يبقى انا معنى كده هوت ان الصوديوم الجينيت بيستخدم فين؟ ها، بيستخدم كدنتال امبريشن مولد، بيستخدم في ايه؟ كمولد في الاسنان. إيه ان هو بيعمل لي ايه؟ واي ليه؟ ان هو بيعمل irreversible hydrocolloidal. تمام. وفي نفس الوقت ديت هتبقى good prosthetic grade impression material and very safe، لان هي ايه؟ لان هي silicone free. ده كمان في بعض الكريمات، تمام، ال prosthetics grade creams are water based material، تمام، and entirely harmless، ما بتعملش heat وما بتعملش مشاكل وليها relaxing feature. تمام. وكمان بتستخدم، انا عايزة اقول لكم كمان nowadays في السبا بيستخدموا في الفيشيال تريتمنت الالجينيت. تمام. يبقى انا معنى كده هو ان انا الصوديوم الالجينيت دي مادة تعتبر ايه؟ a good prosthetic grade material. يبقى اذا الصوديوم الالجينيت is a good prosthetic grade material، يا اما بتستخدم في الدنتال impression molds او بتستخدم في البروستيتيك جريد كريمز، الكريمز بتاعت الايه، بتاعت الجراحات الترقيعية زي ما بيقولوا، اللي هو ايه، الطب الترقيع، اللي هو الترقيع لما حاجة بنعمل ايه، بنعمل جراحات تجميلية او ترقيعية، بيتم استخدام المادة دي يا اما كتوبيكال كريمز او كاما كمولد، علشان ايه، نقدر نعمل منها اطراف صناعية او دنتال امبريشن ماتيريال. تمام. ده كان بالنسبة ايه للموضوع ده بتاع المولدينج. ندخل بعد كده برضو ان هي مهم قوي ان انا اعرف ان هي الالجينيت ليها highly chelating capacity، highly chelating capacity، فعلشان كده هو هي ليها capability ان هي تعمل binding للتوكسين والهيفي ميتال، تمام، في الانتستين، فتعمل protection السيل from a from toxicity، وبرضه هتبقى from a carcinogenicity processes. يبقى هي ممكن بستخدمها كايه، السولت برضه، ها، الالجين السولت as a chelator to remove the heavy metal from blood، to remove the heavy metal from blood، يعني انا ممكن بستخدمها كانتي توكسيك agent، تمام، علشان التوكسيسيتي. ليه بتبقى انتي توكسيك agent؟ لان ليها الكابابيلتي of chelating capacity، ماشي، او سوري، ليها chelating capacity او capability of binding to toxins and heavy metal. تمام. ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للصوديوم الجينيت. في عندنا بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ الكالسيوم الجينيت. في حاجة عندنا اسمها الايه؟ الكالسيوم الجينيت. وجدوا ان الكالسيوم الجينيت is a water insoluble. اولا هي water ايه؟ insoluble، ودي مهمة قوي. ليه بقى؟ علشان بيستخدموها as an absorbable hemostatic agent in dressing to ايه بقى، to inhibit او to prevent the bleeding wounds and burn. دي حاجة معروفة ان في حالات الحروق، في حالات الحروق، في حالات الجروح اللي بيبقى فيها bleeding، إيه، بنحط مفروض حاجة اسمها ضمادات او ايه، او بقول بحط حاجة اسمها dressing. الضمادات او الدريسنج دي بيبقى فيها مادة، المادة دي ليها ايه، anticoagulant activity، او بقول عليها hemostatic agent. يعني ايه؟ يعني بتعمل inhibition او بتوقف النزيف، وفي نفس الوقت ليها امتصاص عالي جدا، بتمص البليدنج ده. فديت عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن كالسيوم الجينيت. يبقى انا بقول ان هو ان انا عندي ايه، ان انا عندي الكالسيوم الجينيت بتاعتي هديت ليها الابيليتي ان هي تعمل ايه، ان هي تعمل absorption
للبلط وان ذا وات ذا سيم تايم تعمل توقفه كمان، ان هي بتعمل ايه انهيبيشن، هي موستاتيك ايجنت بتوقف النزيف. وعشان كده انا بستعملها في الدريسنج اللي هي الضمادات تو ايه تو ستوب البليدنج بتاعه الوونز اند البيرن. الكالسيوم الجينيت كمان ليها اكتيفيتي، لان ليها ايه هايبو كوليستروليميك اكتيفيتي، يعني بتقلل ايه بتقلل الكوليسترول. تمام طيب. هندخل بقى على ان الالجينيت ليها بكتيريوستاتيك اكتيفيتي اجينست السودومينس الايكولاي البروتس السلفيت البوليساكرايد. سلفيت خد بالك، سلفيت البوليساكرايد اند الالجينيك اسيد. تمام الالجينيك اسيد اللي هو مين، اللي هو عباره عن ميوسيلاجينس نون سلفيت البوليساكرايد ليها انتي فايرال اكتيفيتي. الفيوتشر بيرسبكتيفز او الادفانسز في استعمالات الالجينيت، وجدوا ان ايه ان اليوزابيليتي بتاعه الالجينيت اسمها ايه الهيبارينويد الجينيت ديريفاتيفز، الهيبارينويد الجينيت ديريفاتيفز used to support HIV treatment، لان هي انتراكتد مع مين، الالجينيت بتنتراكت مع الجلايكوبروتين اللي على السيل سيرفيس. تمام اللي على السيل سيرفيس بتاعه الفيروس، فيعمل كاونتر اكتنج للايه للاتش اي في فيروس. تمام فيحصل ايه، فيعمل بريفنشن اوف ذا فايرال ابزوربشن، فيعمل بريفنشن للفايرال ايه ادزوربشن. يبقى اذا اليوزابيليتي اوف هيبارينويد الجينيت ديريفاتيف تو سبورت اتش اي في تريتمنت، ا سيجنيفيكانت انهيبيتوري افكت للدي ان اي بوليميريز بتاع الهيباتيتس بي فيروس، عشان كده هو was also reported to give opportunity انه يعمل application للالجينيت دراجز في الهيباتيتس بي تريتمنت. هو كمان يبقى هما بدأوا يعملوا يدخلوا في الالجينيت، يعني دي لسه under studies طبعا، لسه حاجات جديدة، يدخلوا الدراجز اللي فيها الجينيت as a support للاتش اي في تريتمنت and a hepatitis B treatment. تمام بنتكلم على ايه، على براون الجي وعلى الجينيت. الاكزامبل بتاعنا اسمه ايه بقى، اسمه الفيوكس. الفيوكس عبارة عن ايه، dried seaweeds، dried seaweeds obtained من مين، من حاجة اسمها الفيوكس فيزيكيولوس اللي هي اسمها البلادر راك. يبقى اذا الاسم ده مهم جدا، بلادر راك. وقلنا ليه اسمهم بلادر راك، لان فيهم ايه، فيهم اير بلادر زي ما انتم شايفين اهي، اير بلادر. الاير بلادر دي تخليه تعمل ايه، فلوتينج على ايه، فلوتينج على المية ويعمل ايه ويعوم الاير بلادر دي. او في حاجة عندنا اسمها ايه فيوكس سيراتس، ماشي، او في عندنا الاسكوفيلا نودوزم، وديت هيبقى اسمها ايه كنوتد راك. يبقى انا في عندي نوعين من الفيوكس، حاجه اسمها بلادر راك اللي هو فيوكس فيزيكيولوس، وحاجه اسمها كنوتد راك اللي هي مين، اسكوفيلا نودوزم فاميلي فيوكيسي. ايه الفرق ما بينهم، هنلاقي ان فيوكس فيزيكيولوس الاير بلادر بتاعتها بتبقى ايه، بتبقى بيرد، شايفين عامله ازاي، بتبقى بيرد اتنين، while ال التانية اللي هي مين، اللي هي ال اهي اللي هي مين بقى، اسكوفيلا منودوزم عبارة عن ايه بقى، عبارة عن سينجل. يبقى انا في الحالة ديت عندي قلنا الفيوكس فيزيكيولس اللي هي بلادر راك is a is beard beard air bladder، لكن دي بتبقى عبارة عن ايه، بتبقى عبارة عن single air bladder اللي هي مين، اللي هي الاسكوفيلا نودوزا. ايه الكونستيتوينت، كونستيتوينت مهمة قوي. اول حاجة فيها نسبة عالية جدا من الايودين in the form of inorganic salts، يعني salts من الايودين. بتبقى bound to proteins، بيبقى فيها ميوسيلاجينس بوليساكرايدز اللي احنا متفقين اللي هي الالجينيك اسيدز، في حاجه اسمها لامينارين والفيوكويدين، وفيها فيوكوستيرولز. تمام طب ايه هي اليوزز بتاعتها، مادام فيها ايودين كان زمان بيستعملوا الفيوكس
as ايه as iodine therapy في الناس اللي بتبقى عندهم ايه في الناس اللي بتبقى عندهم thyroid deficiency. بس طبعا نتيجة ان هو كان بقى misused في ان هو بيستخدم كايه كweight loss. تمام، انك انت هما دلوقتي انت بتاخد كانوا بياخدوا الفيوكس، وعارفين الفيوكس ده فيه ايودين، الايودين ده بيأثر على مين؟ على الثيرويد جلاند. يعمل ايه في الثيرويد جلاند؟ يزود الحرق، يزود الميتابوليزم والحرق. يحصل ايه في الحالة دي؟ الشخص يبتدي يخس. فكان بيستخدموه بقى ايه misused في ويت لوس. بس في الحالة دي انت كنت بتلخبط بقى ايه بتلخبط في الفانكشن بتاعة الثيرويد جلاند، فدي طبعا ايه هيبقى سايد افكت ليه. هل هو بيستخدم دلوقتي؟ نو، هو دلوقتي بطلوا استخدامه، بقى obsoleted، ما بقاش يستخدم ابدا كوي ايه في الويت لوس. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية الفيوكس فيزيكيولوس بيستخدم ليها انتي ايدجينج اكتيفيتيز، وطبعا دوت نتيجة وجود الالجينيت، فعشان كده بيستخدموه في الكوزماتكس. حاجة تالتة الصوديوم لامينارين، ودي مهمة جدا. صوديوم لامينارين عبارة عن ايه؟ strong blood anticoagulant، strong blood anticoagulant. تمام، طيب البلادر راك is possibly safe لو انت عملت لها application to the skin. طب لو احنا خدناها oral بقى يحصل ايه؟ طبعا هتبقى unsafe، لان في الحالة ديت بيبقى فيه higher concentration من الايودين، ودوت ممكن يعمل لك ايه thyroid problem. عشان كده هوت الفيوكس ما بتستخدمش غير في حاجات معينة، ولازم under ايه under medical supervision. ندخل بقى على مين؟ على الريد الجي. يبقى انا كده خدت البلو جرين وخدت البراون، ندخل على الريد. والريد الجي من اسمها طبعا هيبقى due to ان هي فيها ايه فيها red pigments. تمام، في عندي نوعين، في نوع اللي هو ال red algae اللي هي rhodophyta، اللي هو الكوندروس كريسبس اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. تمام، اللي هو الكوندروس كريسبس اللي هو بطلع منه الكاراجينان. تمام، وفي نوع كده اللي هو بيبقى شايفينه رفيع قوي كده اسمه ايه جراسيلاريا، جراسيلاريا، وده اللي انا بطلع منه مين؟ الاجار. يبقى انا عندي الاجار اللي هو الاكواتك، طبعا الاجار دوت بطلع منه من الجراسيلاريا. تمام، والكاراجينان بطلعه من ايه الايريش موس، او بقول عليها ايه الكوندراس كريسبس. الريد الجي بتتميز بان هي ايه بان هي بتعمل ليها اميون ستيمولانت اكتيفيتي. ريد الجي من الحاجات اللي ليها اميون ستيمولانت اكتيفيتي. ليه؟ وده سؤال. علشان فيها higher content من sulfated polysaccharide، ونعمل stress ان هي انها ايه sulfated. يعني البراون الجي لما انا اجي اسالك اقول لك which one بيعلي الاميونيتي، الريد الجي ولا البراون الجي؟ الريد الجي. طب ليه؟ علشان دي فيها sulfated polysaccharide، البراون الجي كانت ايه non sulfated polysaccharide. الاجار، احنا اتكلمنا على الالجينات، هنتكلم دلوقتي على الاجار. بقول الاجار is ايه؟ الاجار احنا بنقول عليه من الجراسيلاريا. فالاجار is a colloidal agent، واحنا متفقين يعني colloid يعني في dispersed phase وفي ايه dispersion phase. تمام، colloidal هيبقى irreversible ولا reversible؟ لا، ده reversible colloidal، يبقى بعكس المين بعكس الالجينات كان irreversible. تمام، showed its unique ability to form thermally reversible gel at low temperature. يعني هو بيدوب بيبرد يجمد، وبعد كده هو لو احنا يعني دفينا شوية كده هيفك تاني على طول. طيب بعد كده في عندنا مين؟ ان الاجار بيستخدم في الفارماسيوتيكال اندستري as a laxative، ودي نقطة مهمة جدا. الاجار المين يوز بتاعته كايه؟ كلاكزاتيف. تاني حاجة ان هو بيعتبر inert carrier للدراج. تمام، عشان اعمل احيانا كده في دراج يقول لك ايه ده بيعمل slow release الدراج دوت، او التابلت دي او الكبسول دي slow released. تمام، او long lasting. طب ازاي انا ابطأ ان الدراجز جوه جسمي ياخد مدة اطول؟ ده بيبقى عن طريق ان انا بحط excipient زي مين؟ زي الاجار. بيستخدم كستيفنينج ايجنت في الجروث ميديا. كل معامل كل المعامل بتاعت وانت كمان لو انتوا في المايكروبيولوجي اللي بتعملوا بيتري ديشز علشان اعمل جروينج البكتيريا، او في المعامل بتاعت
اللابس بتاعت التحاليل والكلام دوت عشان يعملوا جروينج لأي ميديا، لازم يبقى فيه ستيفنينج ايجنت، حاجة بينمو عليها البكتيريا، وهي بتبقى ايه، بتبقى اجار، فبستخدمها في المايكولوجي في مع الفانجاي او في البكتيريولوجي للبكتيريا. بيبقى ستابيلايزر برضو فور ايمالشن. كونستيتوانتس الاجار من الحاجات اللي بتستخدم برضو في الكوزموتيك، في الاوينتمنت، في اللوشنز. كمان بيستخدم في الفود كأنتي دراينج ايجنت في البريدز. العيش لو تلاحظوا دايما العيش اللي هو بيبقى، طبعا مش اللي بتجيبوه من الفرن، اللي هو العيش اللي بتجيبوه من بره، ممكن تسيبوه كذا يوم من غير ما ينشف. ليه ما بينشفش؟ عشان بيبقى منضاف له مادة الاجار. تمام. وبيستخدم برضو كجيل او الايرش موس، بقول عليها it is a dried bleached algae Chondrus crispus family Giga retinaceae. انا بتكلم، خدوا بالكم على الكاراجين، it is a dried bleached red algae. اوكي، الكاراجينين او الكاراجينين او كوندروس اكستراكت، ايريش موس اكستراكت، it is a mixture كاراجينين، it's a mixture of linear sulfated polysaccharide، يعني it's a strong immune stimulant activity in the form of copolymer as kappa carrageenan, iota carrageenan and lambda carrageenan obtained from the edible red seaweeds. يبقى الكاراجينين ده هيدروكولويد، تمام، reversible extracted with water، وهو عبارة عن mixture of linear sulfated polysaccharide in the form of copolymers from edible red sea weeds. طيب ايه action and uses؟ اول حاجة هقول عليها ايه، Chondrus carrageenan has no nutritional value. يبقى الكاراجينين ماشي او الكوندروس اكستراكت ملوش nutritional value، بس هو بيستخدم في الفارماسيوتيكال مانيفاكتشرينج اس جيلينج ثيكنينج ايمالسيفاينج. تمام. بيستخدم كمان في الفود اندستري كايمالسيفاينج ايشن ايجنت فور كود ليفر اويل اند اذر اويلز، ستابيلايزنج ايجنت، فيسكوزيتي بيلدر في الفود اند نون فود، بايندر في التوث بيست، في معظم معجين الاسنان بيتحط فيها كاراجينين. بعض الفودز ممكن نلاقي فيها كاراجينين، معظم الديري زي الويبينج كريم والشوكليت ميلك، الايس كريم، الساورين كريم، ال تشيلدرن سكويزابل برودكتس، تمام، بيبقى فيها كاراجينين. بعض الديري الترناتيف زي الصويا ميلك والالموند ميلك والكوكونات ميلك، وبعض الديزرتس، بعض الميتس زي البريبيرد تشيكن والسلايز التركي. تمام. الكاراجينين ممكن بيستخدم شبه الاجار كده كلاكزاتيف برضو، فعشان كده ممكن بستخدمه في تريتمنت اوف كونستيبيشن. كمان هو ميسيلاجينس، فممكن بستخدمه كديمالسن في التوبيكال بريباريشن فور سيمتوماتيك ريليف اوف انوريكتال ديزوردر او في البالمونري كومبلين. يعني هو ديمالسنت يعني ملطف، فممكن بستخدمه في التوبيكال بريباريشن للانوريكتال ديزوردر، مشاكل الانس، تمام، عشان كونستيبيشن، وفي البالمونري كومبلين مشاكل لو بيبقى فيه كحه ناشفه ومشاكل في الايه في الرئه. بس في بقى ملحوظه مهمه جدا، ان الفود ادفايزري كوميتي، ها، ال FAC في بريطانيا advises that ال infant's food should be free of carrageenan. طب ليه؟ تمام، دي نقطة. النقطة التانية، معظم ال experimental lab، تمام، معظم ال experimental labs بيستخدموا الكاراجينين to induce experimental edema. يعني انا لو عايزة اعمل تيست لدراج لي انتي انفلاماتري اكتيفيتي، فببقى عايزة اعمل انفلاميشن، فاعمل انفلاميشن ازاي؟ عن طريق الكاراجينان. طب ليه وازاي؟ هنعرف. وجدوا اولا ان الفود جريد كاراجينان ده انا بعمل له اكستراكشن من الايه، من الريد سي ويد، تمام، او من الريد الجي، وبعمل له بروسيسنج بالكالاين. في الحالة ديت بيبقى ايه؟ بيبقى فود جريد. النون فود جريد بقى دوت بيبقى كاراجينان بيحصل له بروسيسنج باسيد،
فبيطلع لي مادة اسمها البولي جينان. بولي جينان وديت بيبقى اسمه ايه، degraded carrageenan. المادة ديت highly inflammatory agent and carcinogenic. Since the function of carrageenan ان هي بتستخدم for food، ان هي عشان تعمل thickening للفود، يعني ليها يعني هي approved، يعني الفود grade carrageenan is approved كايه، كفود additives، لكن بال FDA. لكن البوليجينين is not approved ك food additive، ولا approved ولا مسموح منه ان احنا مثلا ممكن نقول هل في اللي هو بوليمت، لا مش مسموح بأي حاجة، هو غير مسموح نهائي. تمام. معظم الريسيرشر علشان يعملوا تيست فور نيو انتي انفلاماتوري دراجز بيستخدموا البوليجينين كانفلاماتوري سابستنس، واحيانا بيستخدموا الكاراجينان عشان اندوس الاكسبيرمنتال ايديما، انه يعمل ايديما. طب ليه بقى؟ لان في بعض الساينتست وجدوا ان الفود جريد كاراجينان از نوت سيف 100%، ولكن هو عنده بعض السيجنيفيكانت ليفل اوف ديجريديتد كاراجينان او بوليجينان. ليه؟ لان هما وجدوا ان الاسيديتي بتاعه الاستومك ممكن تعمل ديجراديشن لشويه صغيرين كده، يعني certain ليفلز من الكاراجينان، وتقوم محولاه لايه، لديجريديد كاراجينان. طبعا الكلام ده كله لسه اندر، يعني ايه، اندر ريفيو، لسه بيعملوا عليه ستاديز ودراسات، فايه فلسه مفيش اثباتات كومبليتلي، ومحتاج انه يحصل له مور ساينتفك ريسيرش عشان اعمل سبورتنج الكلام ده. بس موستلي في سايد افكت، في سايد افكت، في بعض الناس عملوا ريبورتنج ان هم يعملوا اليمينيشن للكاراجينين من الاكل بتاعهم، من الفود بتاعهم، علشان يقللوا السيمتومز بتاعه الاستومك ديسكومفورت، لان هما وجدوا ان الكاراجينين ليه بعض السايد افكت. يبقى تاني الحته دي مهمه ان نفهمها، ان انا عندي ان الكاراجينين اللي هو ابروفد ك فود اديتيف هو الايه، الفود جريديت اللي هو بيعمله بروسيسنج بالكالاين ولا باسيد بالكالاين. طب لو في كاراجينين حصل له بروسيسنج باسيد في الحاله ديت، ده هيبقى قد ايه يحصل له ديجراديشن، هيبقى اسمه degraded carrageenan، مش هيبقى non food additive، وهيبقى حاجة carcinogenic، وهيبقى هيبقى له يتحول لمادة ليها inflammatory activity و carcinogenic اسمها البوليجينان. تمام. وديت ايه، وديت never had to be used in food. في كلام ان هو الكارجينان في حد ذاته اللي هو الفود جريد دوت نون سيف، لان هو لما بيتاخد ممكن الاسيديتي والبكتيريا بتاعه الاستومك تحول جزء سيجنيفيكانت ليفل منه للانفلاماتوري الانفلاماتوري ايجنت اللي هو البوليجينان، ومن هنا تيجي الايه السايد افكت اللي الناس بتشتكي منها. زي يبقى السايد افكت اللي some people reported ان انا لازم اعمل elimination للكاراجينان من الدايت، ودوت هيبقى help ان انا relief للسيمتومز بتاعة الانفلاميشن بتاعة الاستومك، البلوتينج، الانتفاخ، الاريتيبول باول سيندروم، الفود اليرجي، الكولون، كمان ممكن يقضي الكولون كانسر، ودوت نتيجة الكليمز ان هو الفود graded كاراجينان ممكن يتحول للبوليجينان. طب هل انا عندي alternative؟ طبعا عندي، احنا هو بقى درسنا alternative كتير. انا عندي في عندي الجيلاتين، في عندي الالجينيت، في عندي الجام عربيك، في عندي اللوكاست جام، في عندي ايه حاجات كتيرة ممكن تبقى alternative للكاراجينان، وبتديني الايه نفس التكتشر بتاعته كفود additives. وعلشان كده البي سي في بريطانيا قالت ان لازم الانفان فود يبقى فري فروم كاراجينان، علشان اقدر اعمل اليمينيشن للانفلاميشن اكتيفيتي بتاعته على الاستمك بتاعت الانفانت.
وبكده احنا نكون خلصنا الحمد لله الكورس المعين. يا رب تكونوا استفدتوا منه، ولو في اي حد عنده اي سؤال نقدر نتواصل مع بعض على الكلاس روم بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.